السلام عليكم ورحمة الله. أخبار الظهر من تونس وتتابعون فيها اليوم. وزارة الصحة تجدد تأكيد استعدادها للتعاطي لوجستيا وماديا مع فيروس كورونا، وتؤكد أنها لن تخفي أي معلومات في حال اشتباه الإصابة به. جلسة برلمانية غدا تمنح ثقة لحكومة إلياس الفخفاخ وأمل في مزيد انفراج المشهد السياسي. هدوء حذر يسود قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين فصائل المقاومة والمحتل حيز التنفيذ. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. 4 ملايين دينار خصصتها الحكومة لوزارة الصحة في إطار سياسة التوقي من فيروس كورونا والتصدي له. هذا ما أكده مدير عام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة، مضيفا خلال جلسة استماع بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس الذي وضعت الوزارة استراتيجية وطنية لمجابهته تعتمد الوقاية والبرمجة والإحاطة وتوظيف أقصى إمكانيات الحماية. عندهم عوامل اختطار، ننصحوهم باش يعملوا العزل الذاتي متاعهم مدة أسبوعين ونقعدوا نتبعوا فيهم بالهاتف، لكن ما فماش سلطة معناتها تفرض عليه كونه يلتزم بالشيء اللي احنا نقولوه. احنا نزيدوا نجدوا دعوتنا وعن طريق آلية التوعية الصحية باش الناس اللي عندها عوامل اختطار تلتزم بالنصائح اللي قدموها لها أعوان متاعنا في المراقبة الصحية للحدود، وهذا يفسر التزام الناس، يفسر اللي مدة شهرين توا عنا من اللي ظهر المرض هذا والوباء هذا في العالم إلى حد الآن لم نسجل حالات مشتبهة ولا حالات متأكدة في بلادنا. الإمكانيات اللي عنا نوظفوها الأقصى ما يمكن باش نحميو بلادنا، أولا ما يدخلش الفيروس، وإذا الله لا يقدر دخل الفيروس نحيطوا بالحالات المصابة ونعتنيوا بها من ناحية العزل ومن ناحية العلاج عن طريق علاج العوارض وعن طريق العناية بالنسبة للناس على حسب درجة الخطورة متاعها. وزارة الصحة لن تخفي أي معلومات بخصوص حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا التي قد يتم تسجيلها في تونس، وتدعو إلى تفادي الشائعات التي من شأنها أن تبث حالة هلع في صفوف المواطنين. هذا ما جاء على لسان وزيرة الصحة بالنيابة سونيا بالشيخ اليوم، لتضيف الوزيرة أنه رغم انتشاره السريع فإن فيروس كورونا المستجد لا يتسبب في عدد وفيات كبيرة، وأن أغلب المتوفين به أشخاص يعانون أمراضا أخرى. ومراقبة للوضع الوبائي بإيطاليا، أوضحت الوزيرة أن وزارة الصحة تتولى بالتنسيق مع سفير تونس في إيطاليا تتولى متابعة الوضع الصحي للجالية التونسية هناك، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس بين تونسيي المهجر بإيطاليا حتى الساعة، مشيرة إلى أنه من السابق أوانه الحديث عن غلق المجال الجوي التونسي أمام الرحلات القادمة من إيطاليا. بعد ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا إلى 4 أشخاص، أصدرت رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا بلاغا للجالية التونسية هناك، خاصة منها تلك التي تعيش بالشمال، دعت فيه إلى ضرورة الالتزام بتوصيات السلطة المحلية والجهوية فيما يتعلق بالإجراءات الصحية والوقاية من عدوى فيروس كورونا، إضافة إلى تجنب الخروج إلى الأماكن المكتظة، مؤكدة أنها ستبقى على اتصال دائم مع السلطات الإيطالية ونظيرتها التونسية لاستجلاء كل جديد وتبليغه للجالية التونسية. تفاصيل أكثر عن الموضوع يقدمها مباشرة من إيطاليا رئيس رابطة جمعيات التونسيين بالبلد الأوروبي رضا المشرقي. مرحبا بك سيد رضا. إذا فلنبدأ مع أهم التوصيات التي وجهتموها إلى جاليتنا بإيطاليا قصد حمايتهم من هذا التهديد. نعم، شكرا على إتاحة الفرصة. بالحقيقة يعني الفيروس مش معروف لدى الجالية، فنستثنى بوفدة مرسل الإعلام تحديد ضربة الجالية تخاف تولى، فمن باب الإطمئنان طمأنة الجالية حبينا نصدر هذا البيان ونبين أن المسألة مسألة عادية وأن السلطات الصحية في إيطاليا قامت بالواجب وقامت على معالجة الحالات اللي صارت ووضعت تحت السيطرة، لا خوف يعني، وبالتالي حتى الجالية التونسية تقدر الإيطاليين، وبالتالي يعني هم تحت السلطة الصحية للسلطات الإيطالية،
وبما ان المدارس الحكومه مثل المنشطات الرياضيه وغيرها فلا داعي يعني للخروج للحاجات اليوميه من شراء الغذائيه وما شابه. سيد رضا، هل حاولتم توفير بعض ادوات الوقايه مثل الكمامات مثلا لفائده التونسيين المقيمين بايطاليا خاصه في مقاطعه لومبارديا التي تشهد اكثر عدد من الاصابات؟ نعم، هو في الاصل انه في كامل ايطاليا هناك نقص في الكمامات للاسف. منذ قليل اصدرنا نجد الجانب التونسي للمشاركه والمساهمه، نحن في النهايه مجتمع مدني وليس لنا ميزانيه، فنشدنا الجمعيات ورجال الاعمال التونسي في ايطاليا للمساهمه ووضعنا رقم حساب بنكي حتى نشتري كمامات. الان طلبنا حوالي 3000 كمامه، ان شاء الله نامل ان نجمع الاموال ونوزعها على المناطق اللي ما يطلق عليها حمراء هنا في ايطاليا. وللتسريع الان بلغ حوالي اكثر من 280 حاله، منهم 211 في شمال لومبارديه، مقاطعه لومبارديه، وحتى الوفيات 6 وفيات في لومبارديه. ان شاء الله باذن الله على الاقل الكمامات هذه توصل ايطاليا وتكون في مأمن ان شاء الله مع بقيه. شكرا لك، شكرا لك سيد رضا المشرقي رئيس رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا على كل هذه التفاصيل، ونتمنى السلامة لكل جالياتنا هناك. إذا 7 دول عربية سجلت حتى حدود أمس إصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما وصل عدد المصابين كما كنا نستمع مع السيد رضا إلى 280، معظمهم موجودون بمقاطعة لومبارديا شمال البلاد. ومنظمة الصحة العالمية ما تزال تقدر أن الوقت مبكر لإعلان حالة الوباء عالميا، خصوصا وأن الأطباء يؤكدون أن عدد الوفيات بفيروس الزكام المعتاد أكبر بكثير مما سببه كورونا المستجد. وسط حالة من القلق تعيش على وقعها أغلب دول العالم يواصل فيروس كورونا الانتشار، منظمة الصحة العالمية كشفت أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 78,000 حالة حول العالم معظمها في الصين. ولم تستبعد منظمة الصحة العالمية أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي، رغم أنه من المبكر الحديث عن هذه الفرضية الآن. وقد سجلت 4 دول عربية إصابات بالفيروس المستجد مع إعلان البحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت حالة جديدة، ليرتفع عدد الدول العربية التي طالها الفيروس إلى 7. وللحد من انتشاره رفعت بعض الدول من احتياطاتها، حيث علق مطار دبي الدولي اليوم كل الرحلات الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر باستثناء العاصمة طهران. يأتي ذلك مع إعلان السلطات الإيرانية عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد وفيات الفيروس في إيران إلى 14 شخصا وما لا يقل عن 61 مصابا. وفي أوروبا باتت إيطاليا أكثر البلدان تأثرا بالفيروس مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 7 حالات وتسجيل نحو 220 إصابة. وفي مسعى لكبح انتشار المرض أغلقت السلطات في منطقتي لومباردية وفينيتو المدارس والجامعات والمتاحف ودور العرض السينمائي لمدة أسبوع على الأقل. وفي اليابان حيث يتزايد عدد المصابين، تم اليوم الإعلان عن وفاة راكب رابع من ركاب السفينة السياحية الموبوءة الراسية متأثرا بفيروس كورونا، وسط انتقادات شديدة لليابان لطريقة تعاملها مع الوضع على السفينة السياحية التي أصيب مئات على متنها. ومن المقرر أن تعلن الحكومة اليابانية سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة المرض. ورغم تفشي الفيروس في شتى أنحاء العالم يبقى الأمل قائما لمواجهته، فقد أعلن فريق من العلماء تابع لجامعة تيانجين الصينية عن تطوير لقاح جديد واعد ضد فيروس كورونا الجديد يتم تعاطيه عن طريق الفم. ومن المتوقع أن الفريق سيقوم في الوقت الحالي بإجراء تقييم دقيق لفعالية اللقاح، إلا أن عملية دخوله إلى الأسواق العالمية قد تستغرق وقتا طويلا. في شأن آخر، وقد أمضت الأطراف الحكومية المتعاقدة مذكرة تعاقدها مساء أمس، ينطلق بدءا من الغد موعد تصويت البرلمان على التركيبة الحكومية المقترحة. يبدأ العد التنازلي لعمل التشكيلة المختارة التي توافقت كتلها البرلمانية وأحزابها حول محاور عملها ذات الأولوية ومتوسطة المدى وبعيدة المدى.
اعتمادا على الدعم الذي تحظى به من قبل عدة كتل نيابية، وعلى أساس مشروع حكومي يسعى الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف وفريقه لنيل ثقة البرلمان غدا خلال جلسة عامة سيقدم خلالها الفخفاخ مشروعه الحكومي الذي تضمنته الوثيقة التعاقدية المنضاة بين مكونات الحزام السياسي للحكومة المقترحة. فيها تحديد وضبط لبرنامج عمل الحكومة، نتمنى إن شاء الله ينطلق في عملية تنفيذه في أسرع وقت، لأن التوانسة في حاجة إلى تنفيذ فقر بغض. السيد رئيس الحكومة وعد بأن يكون هناك إطار للتنسيق بين الأحزاب المشاركة في الحكومة وبين الحكومة وكل الأحزاب اللي تنظر في كل ما يترى من مشاكل ما في ذلك مسألة التعيينات الكبرى. المذكرة التعاقدية التي اختير لها عنوان من أجل ائتلاف حكومي حكومة الوضوح وإعادة الثقة تتضمن أولوياتها على المدى العاجل والمتوسط، ومنها مكافحة الفساد وأهداف الاقتصاد وفتح الملفات الكبرى. وأمدينا الناس كل مع بعضنا على صفر تسامح فيما يتعلق بالفساد السياسي. إن شاء الله تكون فرصة. التسع سنوات الماضية ما كانت جيدة بالكل، كان على مستوى الحريات فقط. إن شاء الله فرصة باش تكون فما دولة قوية ودولة عادلة ودولة معناها محترمة ودولة قادرة بالفعل على كونه تغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ويبقى الأهم من الوثيقة هو الالتزام بها. يلزم حقيقة رفعه في نسب النمو بدفع معناها الصناعة والمعنى الصناعات المعملية وقطاع البناء وغيرها، كذلك المجال الاجتماعي، التربية والصحة والتعليم التركيز كبير وتحدي كبير، والمؤسسات العمومية تصليح المؤسسات العمومية. إن شاء الله معناها اليوم الأزمة السياسية تكون ورانا، ولكن ما زالت صعوبات يلزم الناس الكل تدعم هذه الحكومة. حطت أولويات قلت باش ننجزها في ظرف عام، منها الأمن، منها غلاء الأسعار، منها ملف مهم، ملف عمال الحظائر والأساتذة والمعلمين النواب. دونك فيها بالنسبة لنا فيها موضوع البنك المركزي، في عدم التوفيق في المؤسسات العمومية، يعني عدد النقاط الهامة. المفيد ما تكونش حبر على ورق. وقد عبر المنظون على وثيقة التعاقد الحكومي في الأمل في أن تحظى الحكومة المقترحة بثقة البرلمان من أجل البدء في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. اليوم أعتقد أنه فما إمكانية باش تتحسن الأمور، وإن شاء الله نلقاو حكومة تحظى بثقة مريحة داخل البرلمان رغم كل التحفظات اللي كانت عنا، ويظهر لي البلاد في حاجة إلى حكومة تنطلق في العمل متاعها، وإن شاء الله مجلس نواب الشعب يقوم بمتابعتها ومراقبتها، وإن شاء الله يتم التقدم على الأقل خطوات مش مقولش كبيرة، على الأقل بسيطة في الأيام القادمة. من جهته تعهد رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بالانفتاح على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة من أجل ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد. غادر أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني تونس منهيا زيارته الرسمية التي أداها أمس واليوم، بعد أن أعلن استعداده للمساهمة في إنجاز مشروع المدينة الصحية بالقيروان ومشروع أسواق الإنتاج الفلاحي بسيدي بوزيد التي تتولى تسهيل تجميع وتكييف وتحويل المنتجات الفلاحية جميعا. الزيارة شهدت تباحث الأمير الضيف ورئيس الجمهورية حول جملة قضايا ثنائية عربية وإقليمية، في مقدمتها المسألة الليبية والقضية الفلسطينية وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. ألغت الجامعة العامة للبلديين تابعة لاتحاد الشغل الإضراب الذي كانت ستنفذه يومي 26 و27 من فيفري بالولايات كافة، بعد التوصل إلى اتفاق خلال جلسة صلحية عقدت أمس مع ممثلين عن وزارات الشؤون المحلية والبيئة والمالية والوظيفة العمومية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية. أكد خبراء في القانون خلال جلسة استماع بالبرلمان صلب لجنة التشريع العام أن مشروع قانون جزر الاعتداءات على القوات المسلحة تضمن جملة فصول تتعارض مع عدد من الفصول الواردة في الدستور، أهمها تلك المتعلقة بالحق في الحياة وحرية التنظم وحرية التعبير، كما يتنافى مع ما جاء في بعض تجارب المقارنة في علاقة بهذه المسألة. وقد دعا الخبراء خلال الجلسة إلى إعادة الصياغة باتجاه ضمان حقوق المواطنين في أمن جمهوري. قصد مزيد التعريف بالإطار القانوني المنظم حق النفاذ إلى المعلومة وأهمية احترام المعطيات الشخصية، نظمت المدرسة الوطنية للمالية بالشراكة مع هيئة النفاذ إلى المعلومة يوما دراسيا لفائدة إطارات عليا من الديوانة التونسية. الإطار القانوني المنظم للحق في النفاذ إلى المعلومة، الاستثناءات وأهمية المحافظة على المعطيات الشخصية، محاور تمت مناقشتها خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظم بالمدرسة الوطنية للمالية.
أسوا أو شارك فيه ثلة من الإطارات العليا من مدراء الديوانة ومديرين ومديرين عامين مسارح مركزية لوزارة المالية ومن المكونين والمؤثرين في مختلف المجالات ولا سيما مجال النفاذ للمعلومة، وحسيت هذا المستوى وأهميته في تمكين المواطن طالب الخدمة من المعلومة الصحيحة في الوقت الصحيح بالسرعة المطلوبة وأيضا بالنجاعة المطلوبة دون المساس بالمعطيات الشخصية. خصوصية في المعلومة ذات الطابع الأمني، لأن فما مخصوص فما سرية معلومات ما نجموش، وهذه هو الاستثناء الوحيد في الإدلاء بالمعلومة ذات الكاركتير سيكوريتي، باستثناء المعلومات هذه توت لي زانفورماسيون سون على ديسبوزيسيون، معناتها كل المعلومات هي متاحة. وقد أكد نائب رئيس هيئة النفاذ للمعلومة أهمية هذا اليوم الدراسي في نشر ثقافة النفاذ للمعلومة ورفع من القدرات المهنية لإطارات الديوانة. يعني تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف المرفق العام، تنمية ثقافة المواطنة. أيضا من أهداف هذا اليوم الدراسي هو الرفع من القدرات العلمية والقدرات المهنية لإطارات والأعوان العموميين للديوان العمومية في مجال ثقافة النفاذ المعلومة. وأكد المشاركون في هذا اليوم الدراسي أهمية انخراط مؤسسة الدولة في الحق إلى النفاذ إلى المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية وتحيين المعطيات وتسيير الحصول عليها. أعلنت المديرة العامة للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ولاية تركي إعداد ميثاق للاستعمال الآمن للإنترنت في اختتام تظاهرة معا من أجل إنترنت آمن التي خصصت للتوعية بمخاطر الإنترنت بمختلف المؤسسات التربوية ضمن الاحتفالات باليوم العالمي لإنترنت آمن. ميثاق للاستعمال الآمن للإنترنت يتضمن أفضل الممارسات ويعدد المخاطر، هو ما أعدته وزارة التربية وأعلنت عنه المديرة العامة للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية خلال اختتام تظاهرة توعوية بمخاطر الإنترنت. شرط هذه حضرناها وهي توا باش تتوزع على المدارس والاعداديات والمعاهد الكل باش نطبعوها وباش تكون ملصقه وتكون موجوده كيف كيف بصفه الكترونيه، وهي تكون فيها معناها اغلب الحالات اللي تجم تكون فيها خطر شنو ما لي تريتمون نتاعها وشنو ما معناها النصايح اللي نجموا نقدموها احنا للتلامذه ولا الاولياء ولا الساده. نتنقلوا في الجهات احنا والشركاء نتاعنا، دونك نتنقلوا في الجهات اي اون كونسيكونس نحطوا اليات ونحطوا حتى في برامجنا، علاش لا حتى في البرامج نتاعنا الحاجات وين ما فما حاجات اللي نجموا نذكروها على مخاطر الانترنت وكيف الوقايه منها تتحط. اعداد الميثاق جاء بعد تخصيص وزاره التربيه لشهر فيفري كشهر توعوي تم خلاله القيام بعده انشطه في مختلف المؤسسات التربويه، امن بعضها مختصون في مجالات متعلقه بالانترنت. استفدت انه ما نحكيوش مع بد ما نعرفهمش وما نعطيش الهويه بتاعي، ولازم زيدا الاولياء يراقبونا في التواصل الاجتماعي شنو ينهبطوا شنو مع شكون نحكيو كيفاش تطول في الانترنت باش تضمن عليه، ويلزمنا ما نطولوش برشا على الانترنت خرت باش تضرب صحتك وتفيد وتمرض. التشجيع والتحذير هما الهدف من هذه التظاهرة التوعوية وفق وزير التربية حاتم بن سالم الذي أكد على أهمية انخراط التلاميذ والمربين في الثورة الرقمية. نحب نحسوا باش نحذروا التلميذ ولكن أيضا المربي باش نحذروه من مخاطر الانترنت ونحذروه باش يكون عنصر فاعل إيجابي في الانترنت، لأن ما يلزمناش ننساو اللي البشرية اليوم تعيش ثورة رقمية يلزم أبنائنا تنصهر فيها بكل الطرق. وتو تشوفوا في الأيام القادمة أنا أمضيت في معناها قرار أنه الضوارب وساعات التدريس الإعلامية باش تتغير. هذا وقد تم بالمناسبة عرض بعض الرسوم والأبحاث التي أعدها التلاميذ حول إيجابيات وسلبيات استعمالات الإنترنت بهدف خلق جيل تلاميذ يزاول العمل الاجتماعي ويتقنه. انتظمت حلقة تكوينية لأساتذة التربية المدنية بصفاقس تدرب طلبة العلم وتعرفهم بأهمية العمل الاجتماعي داخل قرى أسواس في انتظار بعث مشروع نموذجي جديد سيسهم في مزيد إدماج أطفال قرى رعاية الأطفال فاقدي السند في محيطهم. حلقة تكوينية لأساتذة التربية المدنية لنحت معالم مشروع نموذجي هو الأول وطنيا وقد يكون دوليا لخلق تلاميذ سفراء لقرى أطفال أسواس داخل المؤسسات التربوية. ك
كي نمشيو وهزين معانا هدايا وتبرعات وغيره وغيره، ثم نشعر بانه ثم صوره ما نحبوش نبلغوها، ما نحبوش نتعاملوا بمنطق اليد العليا واليد السفلى، هم محتاجين لا نحبوا جماعه القريه هما اللي يجيونا يندمجوا معانا، ينشطوا معانا في نوادينا في العشويات اللي نتفقوا فيها، نقوموا بمشاريع مشتركه مع بعضنا، ولما لا عندنا مشروع طموح جدا مع هيئه الدعم في القريه انه نخلقوا سفراء SOS في كل المؤسسات التربوية باش يحسوا يعرفوا الناس أنه بالحق ثم جمعية تستحق منا باش نوقفوا معها. هؤلاء السفراء مش يكونوا تليم ذات. هذه الحلقة التكوينية هي ثمرة شراكة بين جمعية قرية أطفال SOS بالمحرس والجمعية التونسية للتربية المدنية، الذراع التنشيطية التطبيقية لأساتذة التربية المدنية التي تخرج المبادئ النظرية والمعلومات إلى مواقف وسلوكيات، والهدف من هذه الشراكة هو مزيد إدماج أطفال قرية SOS في محيطهم. عندنا فكرة معناتها الظاهر كما يعرفوه المواطنين الكل بالدورة هذه هي فرصة باش نطلعوا على حقيقتها، على وضعيتهم، على رؤيتهم الجديدة، والمهم برشا هي هذيك النظرة الجديدة اللي نحبوا التعامل الجديد مع أطفال القرية من خلال نعاونوهم باش يخرجوا هما من القرية متاعهم وينفتحوا على العالم وعلى المحيط متاعهم، ويصير ذاك الاندماج بينهم وبين أطفال العاديين اللي يعيشوا في أسرهم. الهدف هو خلق جيل متضامن يتقن العمل الاجتماعي، يعرف الآليات، كيفية التدخل، كيفية صياغة مشاريع اجتماعية لدعم الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS. نقول مناسبة معناها شكر كبير للأساتذة التربية المدنية بجهة صفاقس، المركز التكوين البيداغوجي، وزارة التربية اللي سهلت لنا العملية هذه الكل باش نوصلوا للمؤسسات التعليمية. برنامج الشراكة بين الجمعيتين يتضمن أهدافا طويلة المدى يدخل جمعية قرى أطفال SOS إلى فئة الجمعيات القريبة من محيطها دعما وتسييرا. جولة أخبارنا العربية اليوم تحمل نبأ تعليق طرفي النزاع في ليبيا مشاركتهما في المباحثات السياسية بجنيف بعد أن قدما مسودة اتفاق وقف إطلاق النار وإشراف الأمم المتحدة على عودة المدنيين الذين نزحوا جراء الاقتتال. الطرفان تحدثا عن أسباب مختلفة للخطوة، منها وجوب إحراز تقدم إيجابي في مناقشات لجنة الحوار العسكري 5-5 فيما ينتظر انطلاق أعمال المنتدى السياسي الليبي يوم غد الأربعاء. الرئاسة التركية قررت اليوم بمقتل 2 من جنودها في ليبيا. وضمن آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد منتصف الليلة الماضية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة، القطاع الذي كان اليومين الماضيين مرمى الاستهدافات الغاشمة. خيم الهدوء منذ ساعات الفجر الأولى على قطاع غزة، حيث دخلت التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات المحتل الإسرائيلي دخلت حيز التنفيذ، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع بشكل متبادل ومتزامن إثر اتصالات أجرتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية بقيادة مصر حسب إعلان مصادر فلسطينية قبيل منتصف الليلة الماضية. تأتي هذه الخطوة بعد يومين من التصعيد والمواجهات بين الجانبين أدت أحداثها إلى إصابة 8 فلسطينيين بجروح إثر سقوط شظايا صاروخ إسرائيلي أطلقته القبة الحديدية لجيش الاحتلال في ليلة من التوتر الشديد، قصف خلالها الجيش عشرات المواقع الفلسطينية في قطاع غزة، قصف قال عنه جيش المحتل الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلين تابعين لحركة الجهاد كانوا يستعدون لإطلاق قذائف صاروخية من شمال القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية. وعلى خلفية هذا التطور، أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح الملاجئ في البلدات الحدودية وعلقت الدروس في البلدات والمستوطنات المتاخمة للقطاع. تطورات تأتي قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مصيرية بالنسبة إلى المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى للفوز بولاية 5 بعد اقتراعين غير حاسمين. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا وجود لاتفاق كامل حول عقد قمة بشأن سوريا تجمع تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، ليؤيد الكرملين الخبر لافتا إلى العمل في المقابل على الإعداد لقمة مع تركيا وإيران لبحث الصراع في إدلب سوريا. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعت جميع الأطراف المتحاربة هناك إلى السماح للمدنيين بالعبور الآمن هربا من الهجمات.
توفي اليوم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 94 عاما. مبارك كان تولى رئاسة مصر لما يقارب 3 عقود عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، عرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والمحتل، وبعد احتجاجات شعبية واسعة خلال ثورة 25 من جانفي 2011 أجبر على التنحي عن الحكم في 11 من فيفري من السنة نفسها ليخضع إلى تحقيقات وجلسات محاكمة طالت سنوات فيما يعرف بقضية القرن مع ابنيه ووزير داخليته ومساعديها بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين وفساد مالية، قبل أن تصدر محكمة النقض المصرية حكما نهائيا ببراءته من التهم المنسوبة إليه. في أخبار الرياضة، تم صباح اليوم سحب قرعة ربع نهائي كأس تونس لكرة السلة التي وضعت الدالية الرياضية بجرومباليا في مواجهة الاتحاد المنستيري، فيما ينزل النجم الراتسي حامل لقب ضيفا على الفائز من لقاء الملعب القصريني ونجم حلق الوادي، ويلاقي نادي الإفريقي النجم الساحلي، بينما تباري شبيبة القيروان المتأهلة من مباراة الزهراء الرياضية وشبيبة المنازه، لتقام المقابلات في 14 من مارس المقبل. تدور اليوم مباراتا دفعة الثالثة من ذهاب ثمن نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية ليستضيف تشيلسي الإنجليزي بايرن ميونخ الألمانية في تكرار لنهائي 2012، في حين سيكون نابولي الإيطالي على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل عندما يلاقي ضيفه برشلونة الإسبانية انطلاقا من الساعة 9 مساء. نهاية الموعد الإخباري مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة الصحة تجدد تأكيد استعدادها للطاعات مع فيروس كورونا وتؤكد أنها لن تخفي أي معلومات في حال اشتباه الإصابة به. جلسة برلمانية غدا تمنح ثقة لحكومة إلياس الفخفاخ وأمل في مزيد انفراج المشهد السياسي. هدوء حذر يسود قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين فصائل المقاومة والمحتل حيز التنفيذ. جديد الأخبار وصادقه تتابعونه دوما عبر بوابة التلفزة التونسية بيت التونسيين. نلقاكم على خير.